ينطلق اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية لدول مجموعة بريكس في روسيا، وينعقد الاجتماع بمشاركة دول عدة بينها الإمارات وإيران وإثيوبيا إلى جانب البرازيل والهند والصين. ويناقش الاجتماع ملفات متعددة أهمها استخدام الذكاء الاصطناعي لتحسين سلاسل التجارة والتعاون في تجارة المواد الأولية والريادة في تقنيات منخفضة الكربون. وللمزيد ينضم إلينا من موسكو مراسل الشرق أندري كيرسانوف. أندري، ماذا على جدول أعمال هذا الاجتماع، اجتماع وزراء الاقتصاد والتجارة الخارجية لدول بريكس المنعقد في روسيا؟ نعم زين، مرحبا بكم. طبعا قبل حوالي 50 دقيقة انطلقت هذه الاجتماعات في العاصمة الروسية موسكو بكلمة افتتاحية وترحيبية لوزير التنمية الاقتصادية الروسي ماكسيم ريشتنيكوف، الذي اقترح على دول الأعضاء في هذه المنظمة، وهي يعني 9 دول تشارك اليوم في موسكو في هذه الاجتماعات، مناقشة تطوير النظام الاقتصادي للدول الأعضاء في منظمة بريكس، بالإضافة لتفعيل يعني تعاون مالي واقتصادي وتجاري بين هذه الدول. طبعا يعني كما نعلم هناك عدة مواضيع مطروحة على طاولة المناقشات، بالتحديد هناك يعني مسألة لتجاوز العقوبات في مجال مالي، وكما نعلم روسيا تعاني منذ أكثر من عامين من تشديد العقوبات الغربية الاقتصادية والمالية على مصارف روسية، وبهذا الصدد زين هناك يعني مبادرة روسية اقترحتها وزارة المالية الروسية لتفعيل أو لإنشاء نظام مالي جديد للدول الأعضاء في منظمة بريكس. طبعا يعني هذه المنصة أو هذا النظام ربما سيعتمد على منصة جديدة بريكس بريتش، هي يعني ها هي التسمية المعروفة الرسمية المتداولة حاليا. بالإضافة لذلك هذه المنصة ربما ستعتمد على بنك التنمية الجديد الذي يعمل منذ عام 2014 في إطار مجموعة بريكس. بالإضافة لذلك زين هناك موضوع لتفعيل التجارة أو لتعزيز التجارة، خاصة التجارة بالعملات الوطني، وكما نعلم هناك سعي روسي واضح لاستخدام العملات المحلية في التجارة البينية بين الدول الأعضاء في منظمة بريكس. طبعا سنتابع معك مجريات هذا اليوم الطويل في روسيا. أندري كيرسانوف مراسل الشرق في موسكو، شكرا لك. يواصل وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان في لاوس عقد اجتماعاتهم بمشاركة العديد من الأطراف الدولية الفاعلة، لا سيما أمريكا وروسيا والصين. وكانت المنظمة بدأت محادثاتها وعلى رأس جدول أعمالها مسألة بحر الصين الجنوبي ونزاع بورما. وعلى هامش الاجتماعات اجتمع وزيرا خارجية روسيا والصين وبحثا قضايا التعاون في آسيان، إلى جانب تطبيق ما وصفته الخارجية الروسية بهندسة أمنية جديدة في أوراسيا. من جانبه تعهد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل تعهد تعزيز التعاون مع رابطة آسيان، ومشددا على أهمية ما وصفه بالاستقلال الاستراتيجي في خضم التنافسية العالمية. I recognize these dynamics in ASEAN. We can see how we both want a strategic autonomy in a competitive world. Yes, these are the two key words. Autonomy in a competitive world. And that's why we are keen to work closer with ASEAN as we both defend what underpins our two organizations, multilateralism and international law. خلال لقائه نظيره الهندي، أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة إدارة الخلافات بين البلدين بشكل مناسب وتطوير التعاون متبادل المنفعة. وانغ يي أكد أن العودة إلى المسار الصحيح للعلاقات الصينية الهندية تخدم مصالح الجانبين وتمثل أيضا تطلعا مشتركا لدول الجنوب العالمي.
من جانبه أكد وزير الخارجية الهندي أن على أهمية المصالح المتشابكة التي تجمع البلدين على نطاق واسع، وأشار إلى أنهما تواجهان ما وصفه بالظلام الناجم عن الوضع الحدودي، مؤكدا أن الجانب الهندي على استعداد لإيجاد حل للخلافات برؤية تاريخية وتفكير استراتيجي وموقف منفتح. من جانبها اعتبرت الخارجية الهندية أن رابطة دول جنوب شرق آسيا آسيان حجر الزاوية في سياستها وفق تعبيرها. For India, ASEAN is the cornerstone of its Act-East policy and the Indo-Pacific vision that was thereafter built on it. For us, political, economic and security cooperation with ASEAN is of the utmost priority. So too are people-to-people linkages that we are constantly seeking to expand. في إطار التنافس المتنامي مع الصين، يعمل الجيش الأمريكي على تعزيز بنيته التحتية في شمال أستراليا، وبحسب وكالة رويترز يشمل ذلك بناء منشآت لدعم قاذفات القنابل من طراز B-52 ومقاتلات الشبح من طراز F-22 وطائرات التزود بالوقود وطائرات النقل المختلفة. مصادر الوكالة تفيد بأن هذه المساعي تهدف إلى تعزيز الوجود الأمريكي في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وتوفير مزايا استراتيجية في حال تصاعد التوتر. أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا الجنوبية في مذكرة أن قراصنة من كوريا الشمالية نفذوا حملة تجسس إلكترونية عالمية. ووفق الولايات المتحدة وحلفائها، فأن العملية هدفت إلى سرقة أسرار عسكرية سرية لدعم برنامج بيونغ يانغ المحظور للأسلحة النووية. ويسود الاعتقاد في أوساط تلك الدول أن القراصنة ينتمون لوكالة المخابرات الكورية الشمالية، وهو كيان فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات في عام 2015. وفق تقرير مطول لوكالة رويترز، تعمل الولايات المتحدة على تعزيز وجودها العسكري شمال أستراليا. تشمل هذه الإنشاءات غرف إحاطة استخباراتية ومدارج مطورة مناسبة للقاذفات ومستودعات ومراكز بيانات وحظائر صيانة. ومع تخصيص أكثر من 300 مليون دولار للإنفاق على إنشاءات القوات الجوية والبحرية الأمريكية في عامي 2024 و2025، تقول الوكالة أن شمال أستراليا بات موقعاً استثمارياً مهماً في الخارج بهذا الصدد، ومن المتوقع ضخ المزيد من الاستثمارات، إذ تبحث البحرية الأمريكية عن مقاولين لمشاريع قد تصل قيمتها إلى ملياري دولار، من المقرر تنفيذها في مواقع مختلفة بما في ذلك جزر كوكوس الأسترالية وبابوا غينيا الجديدة وتيمور الشرقية، في إطار استراتيجية أوسع لمواجهة نفوذ الصين في المنطقة. رويترز تنقل عن القوات الجوية الملكية الأسترالية تأكيدها تمويل الولايات المتحدة مشاريع عدة لدعم العمليات الأمريكية، مشيرة إلى التزام الحكومة الأسترالية أيضاً باستثمار قيمته 14 مليار دولار لتعزيز القواعد الشمالية، وهو ما يمثل أهم إصلاح دفاعي منذ الحرب العالمية الثانية وفقاً لقولها.